صباح الخير متابعينا في المملكة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إذا تبقى فرص الأمطار اليوم حاضرة في مناطق جنوب غرب المملكة وبعض المناطق الساحلية بما في ذلك مدينة جدة، وتتراجع فرص الأمطار في باقي ومختلف مناطق المملكة، بينما يطرأ ارتفاع اليوم على درجات الحرارة في الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة على وجه التحديد. فمثلا اليوم العاصمة الرياض تسجل 27 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا في ساعات النهار، يتوقع أن تنشط الرياح في ساعات هذه الليلة مع بدء تأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة، الأمر الذي يعمل على إثارة الغبار وزيادة نسب الغبار في الأجواء. دعونا نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة المختلفة، ونبدأها شباب من إسكاكا، تكون درجة الحرارة من 18 إلى 7، عرعر 18 إلى 7، وفي تبوك 19 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الغربية للمملكة في المدينة المنورة 26-17، جدة 32-22 درجة مئوية، في مكة المكرمة 31-21، وفي الطائف من 23-15 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في جازان 30-26، الباحة 19-14، وفي أبها من 22-10 درجات مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء 27-13، الدمام 26-14، وفي حفر الرباط من 18-9 درجات مئوية. ختاما في المناطق الوسطى تكون في الرياض 27-12، في القصيم 18-9 في بريدة، وفي حائل من 18-6 درجات مئوية. تابعوا نشرتنا الجوية التي بثت يوم أمس، النشرة الجوية الرئيسية، والتي تحدثت عن الأحوال الجوية المتوقعة في عطلة نهاية الأسبوع، والتي تتمثل باندفاع لكتلة هوائية شديدة البرودة مترافقة مع مرتفع جوي يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري، الأمر الذي سيعمل على حدوث انخفاض حاد وكبير جدا على درجات الحرارة، وتعتبر هذه الموجة موجة البرد الأولى لهذا فصل الشتاء الحالي. دمتم بخير، إلى اللقاء.